اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. الاستعدادات جارية لاستقبال شهر محرم الحرام وتأهيل شارع المواكب الحسينية في حي الوحدة الإسلامية، شارع مالك الأشتر. جواك الله وحيد. شنو ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله الاخوان مباشرين ان شاء الله بزراعه الجزره الوسطيه مقابل مؤسسه مالك الاشتر، استعدادا لمراسيم محرم الحرام. يا الله. تاهيل هذا الشارع المبارك. يوم ايش قد بالشهر اليوم؟ اليوم 30 30 7 7 2021. جواك الله حسان. حضر البرنامج.